زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشرين. استقبلوا حاليا بالتليفون الأستاذ والمحامي المختص في القانون الرياضي سي علي عباس. سي علي أهلا بك. مرحبا يا أخوي إسلام، مرحبا بكل المستمعين تاعك الفاضل. أي في الدار ولا كيفاش تو؟ هو وين تلقاني؟ كيراكش في الدار. الناس كل شهد الديار. والله يا ربي يقيم العفا. أكيد مهم. كيفاش تعدى باهي مساج خلينا ندردش معاك شبيق وندخل في الموضوع. كيفاش تعدى النهار؟ مش مستانسين أكيد، خاصة الرجال نبقاو برشا في الدار. والله شوف أنا مش متانس بالكل وبعض كي الناس كل رجال وراجل في الدار راهو ما تتعداش فاسيلمون. كان نلقى أخويا شو نقول لك، واحد كان يلقى أي سبب اليوم باش يخرج من الدار يخرج منها من الدار، لكن فما ظروف صعيبة اليوم ويجب واحد يستحمل. ناس قاعدة في الحجر الصحي بلا 14 يوم، فمش عليش احنا باش نلتزموا شوية الأخرى باش نخفوا الريسك على الدار بتاعنا، يعني على عائلاتنا، على صغارنا، على الناس الكبار اللي معانا في الدار. ولا غالب الخدمة تقعد تمشي يا سليم، تعرف اليوم فما نوسيون جديدة متاع تخفايا ديستانس. أكيد بتاتر الهذية زادة ممكن حتى بعد ما توفى الكورونا رايب تبدل نظرة الناس الكل العمل له، حتى معايير وشروط العمل وشتول مسألة المكان واللوكو تقريب باش تتبدل، هذي باش تكون فما نقلة في الموضوع ذي حديث بعد ما تمر علينا الجاي حاليا إن شاء الله. فترة تتعدى إن شاء الله. باهي سي علي نبدا اول سؤال. نحكيوا على وضعيه الملاعبيه، العقود، الموسم، هل باش يتواصل الموسم هذا؟ عندك فكره هل فما فراق قانوني ولا فما نص قانوني؟ شنو يقول في الظروف هذا؟ كيفاش بالضبط الوضعيه توا؟ شوف احنا الساعه لازم نتفقوا اليوم هذه قوى قاهره، هذا الكل مجمعين عليه. في القوى القاهره بطبيعه ظرف استثنائي كي من هذا ما عمره صار قبل، باش تكون ديما التصرفات والقرارات تكون قرارات استثنائيه، ما نجمش اليوم نحطوا على قوانين ولوائح ونظام لا اليوم تحدثوا على امور استثنائيه. انا رايي ليا الشخصي قلت مش هنا بركه، معناها حتى على مستوى بطولات اخرى واتحادات اخرى وقعت اشارتي حتى في الموضوع، وهذا هو الراي الارجح انه كل بطوله يلزمها تكمل توخر قد ما توخر، تمشيش حتى سبتمبر اكتوبر نوفمبر، يلزم البطوله تكمل في كل الحالات. علاش؟ لانك فما فرق صاعده، فما فرق نازله، ما تحدثش على شكون باش يهز اللقب، نتحدث انا على الفرق النازله والصاعده. هذا هو الاهم. بطولات اليوم زاد في الثلث الاخير نتاعها، مش معقول انك اليوم تلغي بطوله ديجا قريب تكتمل وناس عملت فيها مجهود وناس دفعت فيها فلوس ورؤساء الى اخره، وفي الاخر معناها تقول نسكر البطوله هذه باش نبدا بطوله جديده في الاول الموسم المقبل. لا، المفروض اليوم تكمل الموسم هذايا كيلكو سوا لي كونديسيون، ومهما يكون التوقيت اللي باش تكمل فيه افضل لك انت واقل ضرر لك انت تكمل الموسم هذايا وتلغي موسم موسم ملغى افضل من انك انت موسم ما يكملش. ايضا هنا يطرح اشكال انه يتواصل الموسم عقود الملاعبيه، مثلا الفرق اللي ملاعبيتها يوفوا في عقودهم في 30 جوان، كيفاش بتتصرف تكون الوضعيه لهنا؟ شوف حتى بالنسبه للناس شكون عندهم المعلومه، لان فهم بعض الاتحادات الحقيقه كانت سباقه ومتصلت حتى بالكونفدراسيون تاعهم كيما الاتحاد السعودي اتصل له بالاتحاد الاسيوي، عديد الاتحادات اتصلت ووجهوا زاد كيف للفيفا طلبات او طلبات او دي ريكومونداسيون، والريكومونداسيون هذوما الفيفا استجابت لهم بصفه ايجابيه وعملت اليوم جروب دو ترافاي الى جي شويه، فما استشاره مع بعض المكاتب المحاماه المختصه مع الاتحادات، فما استشاره مباشره وغير مباشره لجمله من المقترحات، لانك اليوم المسابقات الكل في العالم كامل تاخرت براتيكمون، مازالوا دو ولا ترو شامبيون برك اللي قاعدين يتلعبوا في العالم كامل. دونك شنو باش يصير؟ تعليق البطوله هذه باش ينتج عنه تاخير في البطولات الاوروبيه والافريقيه الى اخره، تشامبيونز ليج باش يصير تاخير على مباريات تصفيه كاس العالم، المباريات نتاع كاس العالم للانديه اللي هي توخرت، بطوله اوروبا للامم توخرت، التاخير هذا الكل والمسابقات اللي باش تتاخر اكيد انه باش تسبب اشكاليات. اولا كما قلت انت على مستوى العقود اللي توفى في 30 جوان وبطوله باش تكمل مثلا في اكتوبر ولا نوفمبر ولا سبتمبر، شنو باش يصير المقاله نتاعها؟ الموضوع الثاني مهم جدا انك انت بطوله اللي كانت توفالك في اكتوبر وباش تبدا بطوله جديده اخويا حتى بعدها بجمعتين ثلاثه جمعات، بالطبيعه انت لازمك دي ريكروتمون. بالطبيعه. دي ريكروتمون هذوما انت بيريود دونجسترمون هذيك تبدا مسكره. دونك كيف لان فما نقطه اخرى هي مساله فترات التسجيل الاستثنائيه
وممكن توجه نتاع الفيفا على الاقل هذه المقترح مع عديد الاطراف انه يصير فما فتره تسجيل استثنائيه بعد نهايه كل بطوله. كل بلاد تشوف فيها البطوله نتاعها في تاريخ معين تزيدها اسبوعين تحللها اسبوعين فتره تسجيل استثنائيه باش الانديه تقوم بالانتدابات. هذا قاعد يتم دراسته حاليا على مستوى الفيفا سي علي. فما استشاره كبيره برشا وفما كما قلت لك انا فما جروب ترافاي مهم برشا مشاركين فيه احنا الحقيقه زاده كيف كيف الاستشاره هذه كيف قاعده تتناقش كيف كيف مع السيبرو ما تنساش انه فما عندك طرف مقابل اللي هو نقابه لاعبين المحترفين والطرف هذا مهم جدا اليوم راك تحدث على عقود باش تمتد لبعض التاريخ نتاعها. نقطه اخرى ثالثه نذكرها لك والفيفا كيف كيف تخدم عليها اليوم الانديه كي توقف البطولات وتوقف الموارد نتاعها الماليه التذاكر الى غير ذلك والنقل التلفزيوني شنو باش يصير؟ باش يصير انه فما مشاكل ماليه وعندك لاعبين اجانب، اللاعبين اجانب هذوما تعرف القوانين نتاعهم صارمه شويه. اي انت سبقتني سي علي انا عندي سؤال محضره المستحقات نتاع الملاعبيه، بون نحكيو ملاعبيه نحكيو فوت هوند لهنا فولي كيف كيف، هل يخلصوا الملاعبيه؟ هل الفيفا تنجم ولا الاتحاد الدولي ينجم يوفر دعم للانديه في الظروف هذه؟ هذه مثلا نقول لك نادي سيون في سويسرا استغنى على 9 ملاعبيه ما حبوش نقصوا في المستحقات نتاعهم اليوم. اي لكن شوف انك تستغنى عليهم زاد هذا من بعد تاخذ الريسك تو برون الريسك انه اليوم يعتبر لك فسخه من جانب واحد. معناها القرارات الاحاديه اليوم من طرف الانديه ولا من طرف الاتحادات راهو خطا كبير برشا. اليوم لازمك تستمح انت الفيفا راهو دون زي سومين ماكسيموم راهو جمعه اخرى راهو باش يخرج القرارات والتعديلات اللي يحفظ عيد وانتقالات اللاعبين باش تمس الموضوع هذايا. وفما توجه او اقتراحات خلينا نقول انه البرود هذه نتاع تعليق النشاط يكون مثلا اللاعب ياخذ 50% 40% ياخذ نسبه تكون فيها صبغه معاشيه باش تعمل انت لو جوست ايكيليبر بين السيرفي نتاع الجمعيات بالطبيعه وهذا اللاعب ما عادش باش يخدم اذا كان جمعيات باش تتحل وباش تدخل في مشاكل ومن شيره اخرى لي بيزوان نتاع الجور المعاشيه راه ما تحطوش كان على اللاعبيه اللي تاخذ مليون دو دولار فما لاعبيه راه تاخذ 200 دولار و300 دولار في لي كونترا نتاعها بروفيسيونيل دونك انت لازمك تلقى الايكيليبر. فما زاد كيف بعض المقترحات على مستوى الفيفا انه في تعليق اجال فسخ العقود اليوم يقول لك انا نعلق حكايه ال 15 يوم ما تعرف اللاعب يبعث تنبيه للجمعيه يعطيها 15 يوم فيديها اذا ما خلصتوش في شهرين ولا اكثر ينجم يفسخ العقد بتاتر ذي باش يصير تعليق فيها باش توقف معناها انكزيكسيون تاع الارتيكل هذايا. دونك هي كما قلت لك ثلاثه نقاط محاور كبيره برشا اللي هما باش ننظر فيهم الفيفا. اولا مساله عقود اللاعبين في امتداد العقد لما بعد الفتره وفي الالتزامات الناشئه بين اللاعب والعقد خاصه منها الالتزامات الماليه. اثنين في ايقاف الدوريات هذه وما سينتج عنها من فتره تسجيل استثنائيه. وثلاثه الكالندري لو نوفو كالندري انترناسيونال الا مستحيل انه اليوم الفيفا نقول لك انا مستحيل انه اليوم الفيفا تنجم تعطيك انت رؤيه واضحه لانه المساله تتطور وما نعرفوش وقت الجيوف الوباء هذا ما نعرفوش وقت ترجع لي شامبيونات كل بلاد كيفاش معناها المعايير كلها منعدمه الحقيقه خاصه باش تبدا تكون عندك رؤيه واضحه. فالفيفا باش تتعامل مع الموضوع بصفه براغماتيه وبروغريسيف معناها انت كل مره تقدم على حسب الاو ام اس شنو اللي بيجي من عند الاو ام اس من تقارير وتطور الوضعيه باش تكون فما قرارات متحركه ومرنه. لكن كما قلت لك هي نصيحه اليوم نوجهها انا سؤال الفيدراسيون في تونس ولا عديد الجامعات انه اليوم ما تخرجش قرارات احاديه في على مستوى التزامات اللاعبين الا في خصوص اللاعبين المحليين معناها انت كاللاعبين نتاعك احنا في تونس ولا الاتحاد الجزائري اللاعبين الجزائريين ولا المغرب لاعبين المغاربه ولا السعوديه لاعبين سعوديين تنجم تاخذ قرارات لانك الفيفا غير مختصه ما فماش لكن ليليمون انترناسيونال اسلام لو يكون جوار اترونجي ولا اونترينور اترونجي. مي بالنسبه للجوارات اترونجي ليزونترينور اترونجي راهو يلزم نستناو شويه الفيفا باش تهبط لي ريكومونداسيون نتاعها في القريب العاجل ونجموا نخدموا بهم. فما بعض الفيدراسيون يقول لك انا لا ما نحبش نعامل معامله مختلفه بين اللاعب التونسي اللاعب المحلي في تو واللاعب الاجنبي نستنى الفيفا تخرج القرارات نتاعها وبعد نخرج
قراراتي واضح. انا والماشي بتاعي على الناس الكل. يعطيك الصحة، شكرا ليك متر علي عباس على كل هذه التفاصيل. أكيد اللي نستخلصوا من الموضوع، الفيفا قاعدة تقوم باستشارة كبيرة حاليا، يمكن بعد أسبوع توضح الرؤية الكل بخصوص الموسم الحالي والعقود نتاع اللاعبين. وهذا الكل نمشيو للأخبار مع زميلتي سابرين بن محمود، وبعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسة متاع العشية.